مش متخيل ان انا بعمل الخطوة دي بنفسي دلوقتي. أوتش. طيب انت غالبا بتسأل نفسك دلوقتي انا ليه في قدامي ميه في الفيديو دوت، والاجابه هي اني هغطس واحد من الموبايلين دول في الميه اللي موجوده هنا ونشوف هينجو من الموضوع ولا لا. اهلا بيكم يا جماعه، انا احمد كمان معاكم من اي كي ريفيو، والفيديو دوت معايا ريلمي 5 وريلمي 5 برو. الموبايلين دول هينزلوا في مصر يوم 21 اكتوبر، يوم الاثنين اللي جاي على طول، وناس كتيره جدا بتسالني عنهم، تسالني عن السعر اللي هينزلوا بيه، هينزلوا امتى، نقدر نشتريهم ازاي، والحاجات دي كلها هعلن عنها على الانستجرام يوم المؤتمر اللي هو يوم الاثنين اللي جاي على طول. يومها كمان هنزل فيديو كامل عن ريلمي 5 برو، الجيل الجديد من سلسله ريلمي 3 برو، اللي كان بصراحه كان الموبايل دوت اكتر موبايل برشحه في الفئه السعريه بتاعته، ما كانش فيه منافس قوي قوي ليه في وجهه نظري. فالريلمي 5 برو احنا هنركنه خالص على جنب في الفيديو دوت، الكلام كله هيبقى على ريلمي 5 العادي بس النسخه الاقتصاديه من الموبايل، واللي سعرها اعتقد هيكون كويس قوي. هقول لك انا ليه مستني سعرها يكون كويس كده. شاومي نزلت من كام يوم الريدمي نوت 8 في مصر والريدمي نوت 8 برو، والريدمي نوت 8 هو منافس مباشر المفروض للريلمي 5 من ناحيه التسعير بتاعه. تسعير شاومي كان 2000 ونص تقريبا، ودوت سعر يعتبر ممتاز قوي او جبار قوي على المواصفات اللي بيقدمها الموبايل دوت. وانا اتعودت ان ريلمي 3 كان بينافس الريدمي نوت 7، بالتالي الريلمي 5 مستني برضو منه السعر يقدر ينافس الريدمي نوت 8، خصوصا ان الموبايلين قريبين من بعض في حاجات كتيره. الاثنين مثلا بيجوا بسناب دراجون 665، الاثنين بيجوا باربع كاميرات رغم اختلاف المواصفات شويه، الريلمي 5 مثلا بطاريته اكبر، الريدمي نوت 8 الريزولوشن بتاع شاشه اعلى، فكل واحد فيهم هيكون احسن في حاجات، بس كمجمل هما مشتركين في حاجات كتير، علشان كده لازم تسعير الريلمي 5 يكون حلو قوي. طيب ايه علاقه ده كله بقى بان انا هنزل الريلمي 5 دلوقتي في المايه ديت وهقعد اتكلم عليه شويه وهو محطوط في المايه؟ الفكره ان الموبايل دوت تقريبا هو ارخص موبايل انا اعرفه، او ارخص موبايل موجود في مصر دلوقتي عموما، ويمكن من ارخص الموبايلات في العالم كمان، اللي بيجي المفروض ان هو مقاوم للميه بنسبه معينه، بس احنا ما نعرفش النسبه ديت قد ايه بالظبط. يعني انا مش عارف هو IP68 ولا IP67 ولا كام بالظبط، ومش قادر امسك معلومه اكيده في الحته ديت لحد دلوقتي. فغالبا كده هم عملوا زي ما وان بلس عملت مع الوان بلس 7 برو، عملوا الموبايل مضاد للميه بس ما خدوش IP ريتنج علشان يوفروا من سعر الموبايل شويه ويرخصوا في ثمنه. الاي بي ريتنج ده بالمناسبه هو معناها الموبايل يقدر يقعد تحت الميه قد ايه، لمده قد ايه، لعمق قد ايه، حاجات زي كده علشان نعرف الدرجه بتاعه مقاومه الموبايل دوت للميه. فبما ان الشركه ما عملتش الاختبار، قررت ان انا اللي هعمله بنفسي، وانا بنزل الموبايل دوت هقعد اتكلم شويه على الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش فيه، ونشوف هيقدر ينجو الفتره اللي انا هقعده فيها في الميه ولا لا. طيب اولا الموبايل لسه هو لحد دلوقتي شغال، لسه الموبايل ما فيهوش اي حاجه لان انا لسه ما نزلتوش في الميه طبعا، كل حاجه زي الفل. هنعمل دلوقتي التايمر نظبطه على دقيقتين، ننزل الموبايل ونقعد نتكلم عليه في الدقيقتين دول، بعدين نطلعه وننزله مره كمان نشوف هيكون ايه النتيجه بعدها. مش متخيل ان انا هعمل الحركه ديت دلوقتي بنفسي، حرفيا دوت اول موبايل انزله تحت الميه على القناه، يعني عملتها في موبايلات انا كنت متاكد ان هي ووتر بروف قبل كده زي الاس 9 نزلت انا بيه الميه، بس موبايل في السعر دوت ومن غير اي بي ريتنج ديت حركه جديده بالنسبه لي. 1 2 3 بس سبمرجد كله كده في الميه، كله غرقان في الميه. في الدقيقتين دول بقى اللي انا مشغل فيهم التايمر، انا هقول لكم انا ايه اللي عاجبني في الموبايل كده. رقم واحد البروسيسور، سناب دراجون 665 مش بروسيسور انا كنت اتخيل اشوفه في الفتره ديت او في السعر دوت من حوالي كذا شهر، كانت معظم البروسيسورات في السعر دوت اقل بكتير من كده، ودي حاجه تبسطني ان التطور اللي بيحصل عموما ملحوظ قوي. مع شاشه زي اللي هو بيقدمها كمان، هو الشاشه بتاعته 720 بي، دي هتضايق ناس كتيره انا عارف من الموضوع دوت، بس انا ما بتضايقنيش قوي موضوع الريزولوشن ان هي تكون اتش دي مش فول اتش دي في الفئه السعريه ديت، لان انا بركز اكتر، بهتم اكتر بفكره ان الموبايل اشوف منه تحت الشمس بشكل واضح، السطوع بتاعه يكون عالي واقدر استمتع بالشاشه، مش شرط يكون كل حاجه شارب قوي، خصوصا ان انا نظري ضعيف اصلا. ممكن تاخدوا بالكم ان انا بوقف الكلام شويه لان انا عليا لسه مع الموبايل او تركيزي مع الموبايل، واللي هو لحد دلوقتي شغال بالمناسبه. اقدر طبعا الشاشه بتاعته ميته خالص طول ما هو في الميه، مش هيقبل اي حاجه. ايا كان الديت رقم واحد او اكتر حاجه عجبتني في الموبايل دوت، من الحاجات اللي شدتني جدا ليه ان البروسيسور ما كنتش اتخيل ان انا اشوفه زي كده من فتره مش كبيره،
بروسيسور زي دوت مع شاشه زي ديت، فكره ان الشاشه نفسها مش قويه قوي من ناحيه الريزولوشن بتسهل على المعالج او على البروسيسور شغله. دوت معناه ان هو حرفيا بيديني احسن اداء في الفئه السعريه ديت من الموبايلات اللي انا جربتها لحد دلوقتي. ما زال برضو الموبايل الشاشه بتاعته شغاله، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، مش عايز اطلعه من الميه خالص جوه الاختبار دوت. فهو عموما فاضل 23 ثانيه هند. بس موضوع الاداء دوت هو كان من اكتر الحاجات اللي شداني في الموبايل. رقم 2 الكاميرا بتاعه الموبايل دوت. الموبايل جايب 4 كاميرات، الكاميرا الاساسيه، الكاميرا الالترا وايد، الكاميرا الدبث، والكاميرا الماكرو. وظيفه الكاميرا الماكرو ديت ان هي تخليك تعرف تصور حاجات قريبه قوي، وانا بصراحه شايفها ملهاش لازمه الكاميرا ديت لانها بتطلع صور مش حلوه قوي. وظيفه الكاميرا الثانيه اللي هي كاميرا الدبث. الموبايل خلص، التايمر خلص، هنكمل الكلام على الكاميرا بعد ما نشوف نتيجه الاختبار دوت. اوتش. نحاول ننشفه الاول. أب. كل حاجه شغاله لحد دلوقتي. تمام، نفتح الكاميرا برضو نشوف ايه الاخبار بتاعتها. الكاميرا برضو مش مشبره، يعني خلينا ناخد صوره اللي قدامي دلوقتي. الكاميرا شغاله زي الفل عادي جدا، ولا كاني نزلته في الميه. التاتش برضو على فكره ما فيهوش اي مشكله لحد دلوقتي، يعني ما فيش مثلا تهنيجه او مش محتاج ان ادوس على حاجه اكتر من مره. الكاميرا الاماميه ما لقطش الكاميرا الاماميه معايا من اول مره، بس قشطه ده عادي جدا اهي لقطت. بس عادي كمان كذا صوره بالكاميرا الاماميه. والحقيقه ان انا شايف ان ما فيش اختلاف ما بين لما كان جوه الميه ولما طلع قبلها، قبل ما احطه في الميه وبعد ما اطلعه من الميه. نشغل كمان، عايز ادور على حاجه اشغلها عليه، اغنيه اشغلها عليه مثلا. مفيش اصلا اغاني على الموبايل، بس ايه، ندور على اي حاجه نشوف السماعات. مش حاسس بخروشه او مش حاسس ان في مشكله في الصوت. طبيعي اصلا يكون في اول لما اطلع الموبايل من الميه ان هو يكون في شويه زنه كده في الصوت، بس انا مش حاسسها هنا. فالموبايل دوت ديفينتلي ووتر بروف. الموضوع ممكن يكون مش موثوق فيه قوي، فكره ان انا احط موبايل بالسعر دوت جوه الميه وهو مش واخد اي بي ريتنج، ولو عملت كده والموبايل حصل له حاجه انا مش مسؤول، الشركه مش مسؤوله برضو غالبا، ما اعتقدش ان هم هيصلحوا الموبايل دوت، بس نفع اهوت. فما تقلقش لو الموبايل وقع منك في الميه. ممكن نكمل تاني نحطه في الميه مره كمان في الشويه دول، نحطه المره دي دقيقه بقى، مش هخاطر واعملها دقيقتين تاني. بس نرجع للكلام تاني عن الكاميرا. زي ما قلت الكاميرا الرابعه انا حاسس ان هي ممكن ما يكونش ليها اهميه كبيره قوي. الكاميرا الثالثه هي الكاميرا بتاعت الديبث سنسور، ودي برضو ممكن ما يكونش ليها اهميه كبيره قوي. هي وظيفتها ان هي تعرف ايه الحاجات القريبه وايه الحاجات البعيده علشان تعمل لك عزل كويس في الصور، تقدر تشوف بورتري محترم من الموبايل دوت. هو فعلا بيقدم لك بورتري كويس قوي، بس كان ممكن يتعمل بالسوفت وير برضو كويس، لان هم اوريدي عملوها في موبايل قبل كده ليهم وكان معموله كويس فيه بالسوفت وير. فبرضه ما علينا من الكاميرا الثالثه. الكاميرا الثانيه الالترا وايد، انا مبسوط ان انا ابتديت اشوفها في الفئه السعريه ديت. فكره ان هي بتطلع صور كرييتيف شويه غير الصور الممله اللي احنا متعودين نشوفها، دي حاجه حلوه قوي. بس مع ذلك ما تستناش من الكاميرا الالترا وايد جوده واو زي الكاميرا الاساسيه اللي هي اقوى كاميرا موجوده في الموبايل. بالنسبه للكاميرا الاساسيه بقى اللي هي بتيجي فتحه عدسه f1.8، هي مخليه الموبايل ده تقريبا احسن برضو كاميرا جربتها انا لحد دلوقتي في الفئه السعريه بتاعته. موبايل فاضل له 5 ثواني ويطلع من الميه بالمناسبه. ها هو ذا، مش متخيل ان انا بعمل كده في موبايل والله. الانعكاسات ديت على فكره جميله جدا في اللون الثاني اللي هو اللون الازرق، احلى من اللون اللي موجود معايا هنا واللي هو اللون البيربل، لانها باينه فيه اكتر. هنا مش باينه قوي بسبب ان لون الموبايل غامق حبتين، بس في اوضاع معينه بيبان فيها. يعني هو كده دلوقتي باين قدامي، لما برفعه ما بتبقاش باينه قوي عشان الضوء مش خابط فيها. ايا كان الصور بتاعت الموبايل دوت انا كنت اوريدي مبسوط او اصلا مبسوط من ساعه لما جربت الكاميرا بتاعت الريل مي 3. كان الموبايل سعره كويس جدا بالنسبه للكاميرا اللي هو بيقدمها، كان بينافس كاميرات اعلى منه بكتير في السعر. كان في موبايلات حرفيا حوالي نص السعر بتاعه ما بتقدمش كاميرات كويسه قوي كده، فكان طبيعي بالنسبه لي ان انا لما امسك الريل مي 5 يقدم لي كاميرات احسن او تكون الكاميرات بتاعته خيار افضل، او برضه تفضل محافظه على الموضوع ده. والفكرة ان هو الكاميرات بتاعته ممتازه. بالمناسبه برضه الموبايل شغال زي الفل. نجرب الفينجر برنت سنسور. برضه الفينجر برنت سنسور شغال كويس جدا.
الكاميرا كذلك. بس فخلاص يا جماعه مفيش قلق من الموبايل دوت. الموبايل دوت ديفينتلي ووتر بروف 100%، ما تقلقش ان انت تغطس الموبايل دوت في الميه. بس فريت النقطه بتاعت الكاميرا. الكاميرا من الحاجات اللي عجباني جدا في الموبايل دوت، بتقدم لي تجربه ما كنتش اتخيل ان انا اشوفها في السعر اللي هينزل فيه الموبايل دوت، اللي انا مش هقدر اقوله غير يوم الاثنين لسه. ثالثا بطاريه الموبايل، هي بطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه بالحجم دوت بتقعد اليوم كله، مش محتاجه خصوصا بشاشه كمان 720 بي او شاشه اتش دي مش فول اتش دي. البطاريه فعلا مش هتخلص معاك في وسط اليوم، يعني هيكون استعمالك تقيل قوي وغريب قوي لو انت قدرت تخلص بطاريه قويه كده في خلال اليوم نفسه. ولكن على الناحيه الثانيه المشكله شويه في الموبايل دوت، مش قادر اعتبرها مشكله بالنسبه لسعر الموبايل، ولكن هي حاجه انت هتاخد بالك منها. طبعا المده اللي بتشحن فيها الموبايل نفسه، الموبايل ممكن يكون بيشحن حوالي 20% بس في اول نص ساعه علشان ياخد الصفر لحد 100%، ممكن ياخد 3 ساعات علشان يشحن بالكامل. فحاجه زي كده بتكون ممله بالنسبه للناس كتيره قوي، وانا بصراحه ما استحملش ان اسيب موبايلي في نص اليوم علشان اقعد الفتره دي كلها بشحنه وبس. بس على الناحيه الثانيه زي ما قلت البطاريه بتاعته ممتازه، فانت غالبا مش هتحتاج تشحنه غير في الفتره او في الوقت اللي انت نايم فيه بس. طبعا هو جايب مدخل الشحن القديم المايكرو يو اس بي مش اليو اس بي تايب سي، على عكس ريلمي 5 برو بالمناسبه اللي هو اخيرا تقريبا دوت اول موبايل ريلمي ينزل بيو اس بي تايب سي في مصر وعالميا، حتى تقريبا هو واحد من اول موبايلات ليهم كده. الريلمي 5 السعر بتاعه طبعا حجمه مخليهم ما يقدروش يعملوا نفس الحركه، واليو اس بي تايب سي بصراحه هو المستقبل. انا مش مضايقني حاجه في الموبايل دوت، او مش مضايقني فكره ان هو مايكرو يو اس بي، عادي جدا بالنسبه لي دلوقتي، لكن كمان سنه كمان سنتين هيكون الموضوع رخم قوي، او هحس ساعتها بمشاكل الموضوع دوت. عموما الموبايل كمجمل تجربته ممتازه، انا مبسوط بالموبايل دوت قوي، وعارف ان ممكن بعض الناس تزعل شويه خصوصا اللي اشتروا الريلمي 3، فكره ان الموبايل دوت ممكن ينزل بنفس السعر او يمكن بسعر اقل كمان على حسب المنافسه. ديت حاجه تضايقهم، اللي هو انا اشتري موبايل دلوقتي وكمان كذا شهر هينزل سعره اكتر بسبب الجيل اللي جاي جديد. بس للاسف ده طبيعي، ده اللي بتعمله كل الشركات، ودوت اللي لو في اي شركه ما عملتوش هتخسر جامد من السوق بتاعها، مش هتبتدي تعمل نفس المبيعات اللي بتعملها، والناس هتبتدي تتوجه للشركات التانيه. فمنافسه زي ديت في الاخر يمكن بتحرق اسعار الموبايلات بسرعه، ولكن الموبايلات طول عمرها ما كانتش بتحتفظ بسعرها جامد اصلا، فدوت الطبيعي. هو دلوقتي زايد شويه ولكنه مازال حاجه عاديه ان احنا نشوفها بسبب ظروف السوق دلوقتي. الميزه كمان للموضوع دوت ان هو بيقدم لنا موبايلات ممتازه زي دوت. موبايل زي دوت من سنه مثلا، خلينا نقول من سنه، ما كانش تقدر تشتري حاجه بالمواصفات ديت او حاجه كويسه كده غير لما تدفع فوق ال 4000 جنيه او خلينا نقول فوق ال 3000 جنيه حتى. دلوقتي بقت فكره ان انت تشوف موبايل في السعر دوت بالمواصفات ديت حاجه طبيعيه، وحاجه بتبسطني انا شخصيا ان احنا المنافسه عندنا طلعت لنا بمنتج محترم زي ريلمي 5. سعره خلينا نقول هيكون قريب من سعر الريدمي نوت 8، بما اني قلت هم المنافسين الرئيسيين لبعض من وجهه نظري، اللي هو الثاني سعره 2500، فدوت خلينا نقول هيكون في نفس الحدود، اغلى شويه ارخص شويه، ما اظنش ان هو يكون ارخص، بس هتكون مفاجاه من ريلمي لو عملته ارخص يعني. بس طبعا لو انت حابب تعرف السعر الرسمي السعر الاكيد لازم تكون متابعني على الانستغرام يوم الاثنين، علشان هنزل السعر في وقتها، سواء سعر الريلمي 5 او سعر الريلمي 5 برو، وفيديو كامل اصلا كمان عن الريلمي 5 برو. بس شاركني برايك في الموبايل ده في الكومنتات، هل انت متحمس له ولا لا، هل هو من الموبايلات اللي انت مستنيها ولا لا. متنساش تعمل لايك لصفحتي على فيسبوك وتتابعني على الانستغرام، ولكن الاهم من ده كله طبعا لازم تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان تشوف كل الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده، واللي هي الفتره اللي جايه هتكون كتير بالمناسبة بسبب المنافسة قوية قوي على الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة الفترة دي. بس فبفكرك تاني تعمل سبسكرايب، وكالمعتاد كان معاكم احمد كامل من AK Review، استنيني في الفيديو جاي.